والله بسرعة. اللي معاه فلوس موبايلات ذهب يحط كل حاجة في شنطة، كل حاجة. شو قلت لك أأمن مكان. باص ايش تقول؟ يعني ما معيش حاجه يا باشا، والله انا عجلت، انا اساسا راح ادور على شغل. وانا كمان والله راح ادور على لا ازاي بقى، ده انت بدا وبتفهم في النخ وهتفتش واحده ست؟ ارفع ايدك. ايه ده انت هتعمل ايه؟ حره، خليهم هما يفتشوا في جيوبك. انا مش معايا غير دي والله. وانت هات الشنطه، بقول لك هات الشنطه. دي فيها كمبيالات يا مين بالله، هطخ بالنار يا حاج. هات الشنطه. يا جماعه مش كده الرحمه، ده راجل كبير. خليك في حالك انت، اديهم الشنطه. كبير ما يعملش كده، بقول لك اديله الشنطه. خد الاتوبيس والموبايلات والفلوس ومشي. مش قلت لك ده امن مكان؟ انت كويس يا حاج؟ انت كويس؟ كويس ايه بقى، كان لازم تثبت في الشنطه، كنت اديها لهم من سكات. يا نهار اسود، عيطيش يا بنتي، ان شاء الله جوزك هيقوم بالسلامه. ده مش جوزي ومش بعيط عليه، انا بعيط على تحمشت العمر وهدوم اللي راح. واطيه واطيه. كتر خيرك يا حاج، مش عارف اقول لك ايه والله. وانت يا ستي بس بقى، ما كانوش 2000 جنيه عمر. يا سبحان الله، انت بتعيطي على 2000 جنيه؟ امال انا اعمل ايه؟ الشنطه اللي خدوها مني فيها 186,000 جنيه. ايوه بس دول كل اللي معايا، لكن انت عندك غيرهم. لا اله الا الله، دي جايه تقر على الحاج. بابا في ايه اللي حصل؟ مالك يا حبيبي؟ الحمد لله انا بخير، بس كل الكمبيالات اللي معايا اتسرقت في السكه. معلش مش مهم، المهم ان انت بخير. الحمد لله. بابا هما مين الناس دول؟ هحكي لك في السكه. يلا يلا يا اولاد، يلا حاج. يلا اركبوا. هنروح على فين؟ تحت التنكي، هتعملي فيها ليمونه في بلد قرفانه. اركبي، ده ايه المناحه دي يا رب؟ تعالي ما تقلقيش، تعالي اركب يا حاج. المهم ان انا اطمنت عليك. معقول يا سالم دي هتبني بنود وصيتك على كلام واحده بتقرا الفنجان؟ انت وانا عارفين كويس قوي ان ما فرغالي لا هي نصابه ولا هي بتوع الودع اللي بيشتغلوا الناس. ايوه بس انت كده بتظلم بسنت بنتك. ما هي بسنت من صلبي، ومها قالت اللي هيقتلني هيبقى من صلبي. برضه مش من حقك تتحكم في توزيع الميراث الا في التلت، والتلتين لازم يورثوا حسب الشرع. خلاص يبقى بيع وشراء. بس انت بين وصيتك انها تنفذ في حاله الموت لا قدر الله مقتول، وده ملوش علاقة ببيع أو شراء إلا على حياة عينك. أوه، هو أنا جايبك عشان تقوحني وتقرفني، ولا جايبك عشان تشكل اللي أنا عايزه بشكل قانوني؟ واحدة 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 يا سالم بيه، ما أنا لازم أفهم عشان أعمل سعادتك عايزه، وبعدين عشان الوصية كمان تطلع مظبوطة شرعا وقانونا. أنا كان عليا حاجة، أنا جاي على شغل. الدور والبيع على المسكينة دي ولا تشغلي بالك، ممكن تقعدي في شقه البنات اللي بيشتغلوا عندي في البازار، ولو عايزه تشتغلي هنا انا ما عنديش مانع. ربنا يخليك، انا جايه عشان شغلانه تانية خالص. برضه مفيش مشكله، ممكن تقعدي مع البنات معززه مكرمه لغايه ما تلاقي الشغل اللي انت عايزاه. الله يفتح عليك ويزيدك يا حاج، اظن مفيش بعد كده. ما تقولي حاجه للراجل اللي هيسترك. كتر خيرك. ومالك تعبه نفسك كده ليه؟ ما تقصري الجمله. بقول لك والنبي يا حاج، كنت عايزك في الموضوع بعد اذنك. اتفضل يا ابني. تعالى. خير. إلا بالحق، أنت اسمك إيه؟ سيد السني. يا محسن الصدف، أنا كمان سيد. جميل. طب حس كده بقى، يعني كان في موضوع مش عارف أفتحك فيه إزاي، مكسوف. حد يكسف الواحد زي أبوه؟ قول بس عايز كام؟ 200 300 600؟ لا يا حاج ده كتير، هما 200 جنيه، دين في رقبتي وهكتب لك بيهم وصل أمانة. وصل أمانة؟ لا يا ابني ما يصحش. لا والله صح، ولعلمك بقى أنا متعود على كده. يا حاج كفايه ان انت وقفت جنبي في الظروف السوداء دي، الناس بتنهش في لحم بعض. لا لسه يا ابني، لسه في ناس ممكن تضحي بحياتها عشان تحمي راجل عجوز ما تعرفوش، وده اللي مخلي الواحد يقول ان الدنيا لسه بخير يا ابني.
1950 جنيه حاجه. شكرينا يا باشا. الو يا قص. ايوه ده رقم الجديد. بقول لك ايه، ابعت لي رقم سمعه وكل الناس اللي عندك كلها بقى اسامه. طب يلا يلا هكلمك بالليل نرغي سوا. سلام. محسونة بيه موجود؟ ايوه يا فندم في مكتبه جوه. ايه رايك في المفاجأة دي؟ ولا حسونة؟ ولا معلم حسونة؟ الله ده مش هنا. أمال البنات قالوا جوه ليه؟ مش عرفوا. جايبهم في التليفون. تمام. الله ده التليفون بيرن. الله ده في الحمام. من زمانه جاي. واخد التليفون معاه الحمام ليه؟ بيبعت لهم اس ام اس. يا اهلا يا اهلا وسهلا. ايه يا حسونه ده انت لابس كعب عالي ولا ايه؟ اخيرا نورتني في المكتب. انت المفروض تشكر المدام، هي اللي صممت تغير عربيتها من عندك مع انك حراق وتاكل مال المستشفى 57. ولا تصدقوا، لو معقول بيبي هيغلط في صاحبه؟ طب عليا النعمه طول السكة عمال يشكر فيك. ربنا يديم المعروف بينكم. امين يا الله يحرقك يا سيدي. اتفضل اتفضل تعال. خش. اه صح خش. اه مهجتي. ها يا مدام، في حاجه زغللت في عينك ولا نروح الفرع التاني نتفرج على الموديلات الجديده؟ ها ايه رايك يا سيدي الرجاله؟ هو انت لما عرفت ان في موديلات جديده هتعجبك حاجه هنا؟ يا اخويا خلينا نروح نحضر صباع ابن سالم بيه بحته الاقه. انت واخد المدام معاك ولا ايه؟ واخد المدام والعيال. مش سبوع وحلقاتك برجالتك، هروح لوحدي اعمل ايه؟ وماله؟ انا كمان اعملها بجميله واخد المدام والعيال. يلا في داهيه. اوعى تكون بتقول يا سيدي الرجاله نقلنا اي حاجه. لو حياتك ده منظر لك على اغلى حته. هات لي مسوده الوصيه معاك وانت جاي اسبوع وجيه، ويا ريت ما تضيفش اي حاجه من دماغك، وبلاش قلبك يبقى رهيف قوي كده. مش حكايه قلب رهيف، ما هي كمان مش مساله ضمير لاننا دافنينه سوا. يلا توكل انت على الله. سلام. بقول لك يا برنس والنبي، ما تعرفش مكتب سليمان باشا فين؟ مالك؟ ما ترد؟ اه ده اللي انا كنت عامل حسابه، تراكب بتوع الغردقه. انت الخسران، كنت هتاخد ثواب فيا. ابو العز بيه؟ الراجل اللي انت بعته لي جاي.